وضعيات الرضاعة الطبيعية. إن تعلم كيفية حمل الطفل بوضعية مريحة للرضاعة أمر مهم، خصوصاً خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة. لا توجد وضعية صحيحة واحدة لجميع الأمهات. اتبع الوضعية المناسبة لك لتشعري بالراحة ولمساعدة طفلك على الرضاعة بشكل جيد. سيعرض هذا الفيديو نقاط رئيسية مهمة لأي وضعية صحيحة للرضاعة، وسيعرض عدة وضعيات شائعة فعالة للكثير من الأمهات والأطفال. أياً كانت الوضعية التي تتبعينها، سيرضع طفلك بسهولة أكبر أثناء حمله بإحكام، بحيث يكون مقابلاً لك وجسده على استقامة واحدة. عندما تستلقين، تساعد الجاذبية طفلتك على الاستلقاء مقابلك. يمكنها الوصول إلى ثديك بنفسها، وتفتح فمها واسعاً وترتبط وتبدأ بالمص. عندما تكونين قائمة، سيكون لديك دور أكبر لمساعدته على الرضاعة. احمليه عن قرب ليواجه ويلمس جسدك، ويكون أنفه مقابلاً للحلمة. يفتح الطفل فمه بشكل واسع جداً، ثم يميل برأسه عندما توجهينه نحو صدرك. ها هو الآن في وضعية جيدة للرضاعة. تمسكينه بإحكام، ورأسه وجسمه على استقامة واحدة. تعد هيئة الجلوس أمراً هاماً في الوضعيات القائمة. من المريح أكثر الجلوس بشكل مستقيم مع وضع شيء تحت أقدامك. إذا كانت يد الطفل بينك وبينه، أنزليها ليقترب جسده من جسدك. سنعرض الآن خطوات حمل الطفل في عدة وضعيات شائعة. في الأيام الأولى بعد الولادة، ستجدين أنه من المريح أكثر إرضاع الطفل وأنت مستلقية في وضعية شبه متكئة، حيث جسدك ورأسك مسنودان كلياً. استلقي قليلاً بحيث تكونين في وضع قائم بما يكفي للنظر في عيني طفلك، ولكن استلقي بما يكفي ليستند كامل جسد طفلك على جسدك. صدرك هو المنطقة الأكثر راحة لطفلتك، خصوصاً عند حملها، وجلدك يلامس جلدها. يساعد هذا القرب على تهدئة الطفلة وإثارة غريزة الرضاعة لديها. غالباً ما تصل إلى الحلمة بنفسها بمساعدة بسيطة منك. كوني صبورة لحين استقرار الطفل وإيجاده الحلمة والتعلق بها. هذه الوضعية تسهل تعلق الطفل بثديك جيداً، وهي مريحة لك، ولا سيما خلال الأيام والأسابيع الأولى. إذا كانت ولادتك قيصرية، يمكن وضع الطفل بشكل عرضي على صدرك وبعيداً عن الجرح. الوضعية التالية غالباً ما تسمى بوضعية المهد المتقاطع. تساعد هذه الوضعية على إسناد جسد طفلك، وهي جيدة في أولى ممارساتك لتعلم الإرضاع. قربي طفلتك منك بتقريب جسدها إلى صدرك بمرفقك، وأسندي رأسها من خلال وضع إبهامك وأصابعك حول عنقها، واجعلي يدك مفتوحة تحت رأسها. ويسند ساعدك وزن الطفلة. ضعي أنفها مقابل الحلمة، ينبغي أن يكون رأسها طليقاً كي يميل بحرية عندما تتعلق بصدرك. احضن الطفلة بشدة، سيحسن ذلك من تعلقها بثديك. نلاحظ أن هذه الأم تحمل طفلها عن قرب، وهي تسند عنقه ورأسه بيدها. يمكنها أن تلاحظ بسهولة تعلقه ورضاعته الجيدة. تعد هذه الوضعية مفيدة في حال كان الطفل صغيراً أو مريضاً.
الوضعية الثالثة تسمى غالباً بوضعية المهد. هذه الوضعية معروفة جداً، إلا أنها لا تتيح للأم التحكم برأس طفلها بشكل جيد. احملي طفلتك على ذراعك بحيث يكون رأسها على زاوية المرفق، بينما تسندين مقعدها بيدك. وبوضع أنفها مقابل الحلمة، اجعليها مقابلة لك أثناء تعلقها بثديك. يحسن احتضانها عن قرب من تعلقها بثديك. تقويم جسم طفلتك واحتضانها عن قرب يحسنان هذه الوضعية. وضعية تحت الذراع هي التالية. إنها وضعية جيدة أيضاً بالنسبة للمرضعات الجدد. في هذه الوضعية يكون إبهامك وأصابعك حول عنق طفلتك لإسناد رأسها. ضعي طفلتك بجانبك تحت ذراعك، ثم ادفعي بمؤخرة طفلك إلى جانبك. يقوم ذراعك بإسناد وزنها، ويكون أنفها مقابل الحلمة. الآن قربي طفلتك من ثديك بحركة سريعة. تؤمن لك هذه الوضعية رؤية تعلق الطفل بثديك. تضع الأم طفلها إلى جانبها في هذه الوضعية. قد يوفر وضع بطانية أو وسادة تحت الطفل مزيداً من الراحة. تحريك ساقي طفلك إلى الخلف يحسن من تعلق الطفل بالثدي في هذه الوضعية. تعد هذه الوضعية مفيدة إذا كان لديك ثديين كبيرين أو بعد الولادة القيصرية، أو إذا كان طفلك يواجه صعوبة في التعلق بثديك جيداً. الوضعية الأخيرة هي وضعية الاستلقاء على الجنب. الاستلقاء على جنبك يوفر الراحة لك. ضعي طفلتك بحيث تكون مواجهة لك، ويكون أنفها على مستوى الحلمة. قربي طفلتك منك واضعة يدك على ظهرها. تقابل طفلتك ثديك، ويكون رأسها طليقاً لتميل به. قربيها إليك بوضع يدك على الجزء العلوي من ظهرها وتقريبها إليك. إنها وضعية جيدة بعد الولادة مباشرة، وفي الليل وبعد الولادة القيصرية. هذه بعض الوضعيات لحمل التوأم. تحسن الوسادات وضعية طفليك أثناء الرضاعة. هنا الطفلان محمولان من الأمام. في هذه الوضعية تسندين رأسيهما، والأرجل تكون إلى الخلف. تذكري، احملي طفلتك عن قرب بحيث تكون مواجهة لك، ورأسها وجسدها في استقامة واحدة. ضعي طفلك بحيث يكون أنفه مقابلاً للحلمة. الوضعية الجيدة هي الوضعية المريحة لك، وتساعد طفلك على التعلق بثديك بشكل جيد وإرضاعه بشكل فعال.